الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمد المعترفين بفضلك، الشاكرين لعظيم نعمائك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء، نتوجه إليك بخالص الدعاء والرجاء أن تشرح صدورنا للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، وأنر بصائرنا وحياتنا وبيوتنا بنور القرآن العظيم، حتى تنور بفضلك وكرمك قبورنا وصراطنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. ونصلي ونسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد سيد ولد آدم، صلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين، وصلى الله وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلى الله وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. ورضي الله تبارك وتعالى عن آل بيته وعن جميع أصحابه وأتباعهم وعنا معهم بمنك وكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كنا في حديثنا الماضي قد عرضنا لحديث الشفاعة، شفاعة المؤمنين يوم القيامة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نهاية ما وقع وما سيكون بإذن الله تبارك وتعالى يوم القيامة، حينما يجتمع المؤمنون في هذا اليوم ويقولون لو استشفعنا بأبي البشر آدم، فيقول سيدنا آدم لست هناكم، ثم يدلهم على رسول الله نوح، وسيدنا نوح والآخر يعتذر عن الشفاعة ويقول لست هناكم، ثم يدلهم سيدنا نوح على خليل الله إبراهيم، وخليل الله إبراهيم هو الآخر يقول لست هناكم، لكن سيدنا إبراهيم يدلهم على سيدنا موسى، فيقول سيدنا موسى لست هناكم، لكنه يدلهم على رسول الله عيسى بن مريم، ولكن سيدنا عيسى بن مريم هو الآخر يقول لست هناكم. ألا أدلكم على الحقيق بها؟ الحقيق بالشفاعة هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويأتي المؤمنون إلى سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، أنا صاحبها أنا صاحبها، صاحب الشفاعة العظمى. لكنه بيّن لنا عليه الصلاة والسلام أنه لا يطلب الشفاعة إلا بعد أن يسجد لربه ثم يحمده بمحامد
يعلمه الله تبارك وتعالى إياها، حتى يقول ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم يشفع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحقق الله رجاءه، رجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتفضل الحق تبارك وتعالى عليه بقبول شفاعته ويدخل الجنة عددا من المؤمنين بغير حساب، ثم يسجد للمرة الثانية فيتفضل الحق تبارك وتعالى بجماعة أخرى من المؤمنين، ثم يسجد الثالثة فيستجيب الحق تبارك وتعالى لسيدنا رسول الله فيدخل الجنة كذلك مجموعة ثالثة ومجموعة رابعة من المؤمنين الصادقين، إلى أن قال: ولم يتبقى من الناس إلا من حبسوا. إلا من إيه؟ حبسوا. حبسوا يعني إيه؟ يعني أصبحوا محبوسين مخلدين في نار جهنم. لم يتبقى في نار جهنم إلا من قضى الله تبارك وتعالى عليهم بسوء أعمالهم بالخلود في نار جهنم. وهذا مرده إلى أن هؤلاء الخالدين هم الذين قال الله فيهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون أهلاً لشفاعة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفعه فينا يوم لقائه. اللهم شفع فينا سيدنا رسول الله، اللهم شفع فينا سيدنا رسول الله بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إخوة الأحباب، إمام البخاري رحمه الله ذكر لنا حديث الشفاعة بدءاً بأبي البشر آدم وانتهاءاً بخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما عرض لآيات قصة أبي البشرية آدم في سورة البقرة التي بدأها ربنا سبحانه وتعالى بقوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من هذا الخليفة؟ هو سيدنا آدم عليه السلام. حينما ذكر الإمام البخاري هذه الآيات أراد أن يذكرنا بالحديث عن الشفاعة في يوم القيامة، هذه الشفاعة التي بدأت بالاستشفاع بمن؟ بسيدنا آدم، واعتذر سيدنا آدم بما ذكر في هذا الحديث الذي ذكرناه. في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى الشيخ البخاري رحمه الله ذكر لنا بعضاً من مفردات الآيات في سورة البقرة، بعضاً من المفردات يعني إيه؟ يعني الكلمات التي جاءت في آيات سورة البقرة، أراد أن يذكر
ما أثر فيها من الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو من التابعين بعدما انتهى من آيات الشفاعة بمناسبة ذكر قصة آدم عليه السلام. ماذا قال الشيخ البخاري رحمه الله؟ وكما قلت لحضراتكم نحن ملتزمون بعرض هذا المنهج الذي ذكره الإمام البخاري في صحيحه. ماذا قال عن هذه المفردات التي ذكرها وبين معانيها؟ ماذا قال؟ قال شيخ البخاري رحمه الله: باب قال مجاهد إلى شياطينهم، يعني أصحابهم من المنافقين والمشركين. شيخ البخاري بيفسر يا أحبابي وبيذكر الأثر عن مجاهد. مجاهد هذا ده تابعي، مجاهد ابن جبر ده تابعي من التابعين. ذكر هذا التابعي معنى قول الله تعالى إلى شياطينهم. شياطين مين؟ الحق سبحانه وتعالى يا أحبابي حينما ذكر أصناف الناس في أول سورة البقرة قلت لكم إن أصناف الناس ثلاثة: الصنف الأول صنف المتقين، أرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبابي لننتبه ولنكون على ذكر مما نذكر بإذن الله تبارك وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أصناف الناس باعتبار عقيدتهم. باعتبار مين؟ العقيدة، مش باعتبار اللون أو الجنس أو المكان أو الزمان، إنما باعتبار العقيدة. فالصنف الأول هو صنف المتقين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى آخر الآيات، إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى في شأن المتقين: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المتقون وصفات المتقين وحسن عاقبة المتقين، أتبعت الآيات بالحديث عن الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يبقى الحديث عن الصنف الثاني صنف الكافرين وسوء مآلهم، صفاتهم وسوء مآلهم. الحديث الثالث عن الصنف الثالث، هذا الصنف صنف المنافقين والعياذ بالله، صنف المنافقين الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر والعياذ بالله، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. انت خدت الكلام ده منين؟ خدت الكلام ده انه بيظهر الإيمان ويبطن الكفر منين؟ قال من قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبقى من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. إذن بيعلن إيه؟ بيعلن أنه مؤمن بالله ويعلن أنه مؤمن باليوم الآخر، يوم القيامة. فربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية ماذا قال في شأنهم؟ وما هم، يبقى نفى عنهم إيه؟
نفى عنهم حقيقة الإيمان، هم يدعون بلسانهم أنهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر، فالعليم الخبير نفى عنهم حقيقة الإيمان الذي يدعوه. قال: وما هم بمؤمنين، أن يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. انتبه معي، عافانا الله وإياك، عافانا الله وإياك من المرض وشره الأمراض والعلل كلها. انتبه يا أخي العزيز، في قلوبهم مرض، صفات المنافقين. يخادعون الله والذين آمنوا، يعني يظهرون ما لا يبطنون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويشعرون في قلوبهم مرض. هنعرف معنى المرض بعد قليل، انتبه معايا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طب وبعدين؟ وإذا قيل لهم، إذا قيل لهم، إذا قيل لمين؟ للمنافقين الذين يدعون الإيمان، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ماذا يعنون بالسفهاء؟ يعنون بالسفهاء المؤمنين الصادقين، وصفوهم بأنهم إيه؟ سفهاء. سفهاء يعني إيه؟ يعني ضعاف العقول. السفه معناه ضعف العقل. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا، وإذا لقوا الذين آمنوا اللي هم مين؟ إذا لقوا، إذا لقوا اللي هم المنافقين، إذا لقوا الذين آمنوا، يبقى إذا لقي المنافقون المؤمنين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم، وإذا خلوا إيه؟ إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إيه؟ إلى شياطينهم. فمجاهد بن جبر بيفسر ما المراد بالشياطين هنا. هل المراد بالشياطين هنا الشياطين اللي هم من جنس عالم الجن، ولا المراد بالشياطين شياطين الإنس؟ أخي العزيز، هل المراد بالشياطين هنا الشياطين اللي هم من عالم الجن؟ يعني لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى الشيطان ده اسم لمين؟ لأبو الجن. الشيطان اسم لأبو الجن، إبليس. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وإذا خلوا إلى شياطين، المراد بقى بالشياطين هنا شياطين الجن ولا شياطين الإنس؟ ألا المراد بالشياطين هنا شياطين الإنس، وليس المراد بالشياطين شياطين مين بقى؟ شياطين الجن. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله